كل تغيرات بتكوفيتش كانت عشوائية، وإدخال عطار مكان محرز مغامرة. تعالوا نسمع، يا ريت الأخوة الحضور وضع اللايك والاشتراك، وشكرا للجميع. يلا جرب. التغييرات كانت عشوائية، يعني ما عدا الهدف اللي سجله بويري كان وحده، لكن يوسف عطار مغامرة، تغامر بيوسف عطار، يلعب ربما 10 دقائق، إذا أصيب كيفاش دير؟ أصيب بعد شر يوسف عطار، هل يجد فريق؟ حتى فريق ما يديك وانت مصاب، من الصعب انك توجد فريق، من الصعب. انا نظن ان مغامره بيوسف عطال، يوسف عطال اللي خرج ودخل في ودخل في مكان رياض محرز، كان تبديل رياض محرز بيوسف عطال. زرقان مكان عوار، مكان نعم نقول زرقان في مكان عوار، لكن منصب بمنصب التغييرات كانت عشوائيه، لكن الحمد لله فزنا باتنين سيفر. ثلاث نقاط هامة اللي تسمح لك ربما تروح المونروفيا بكل، حتى ولو اللقاء راح يكون صعب أيضا، لكن نظن أنه بصفة عامة أنا شخصيا كنت أنتظر مستوى أحسن بكثير اللي ظهر به اليوم المنتخب الجزائري.